السلام عليكم أعزائي المشاهدين، رمضان مبارك وإفطار كريم. لم تهدأ حتى اليوم ردود الفعل على الوثيقة السياسية التي نشرتها حركة حماس مطلع الشهر الجاري بعنوان وثيقة المبادئ والسياسات العامة. وزير الخارجية المصري قال قبل يومين إن لحماس ما لها وعليها ما عليها، وما يهمنا هو الأمن القومي المصري. وقبله كان رئيس الوزراء الإسرائيلي وبوقاحته المعتادة مزق الوثيقة أمام ملايين المشاهدين على الهواء مباشرة. بين الاثنين انتشرت ردود الفعل والأسئلة المشككة كالنار في الهشيم. لماذا الآن؟ لماذا من قطر التي تقيم علاقات مع إسرائيل؟ هل هذه فعلا المرة الأولى التي تقبل فيها حماس بدولة فلسطينية حتى حدود 67؟ أم أنها قالت هذا الكلام سابقا لكن هذه المرة رسمية؟ هل غيرت الحركة تاريخها وأهدافها وانتقلت من الإيديولوجيا إلى السياسة؟ أم أن للأمر علاقة بالتضييق الإقليمي والدولي الذي تتعرض له الحركة وسط مساع أمريكية وأقليمية حثيثة لخنق مجالها الإقليمي عبر وضع الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب؟ هل في الوثيقة فك ارتباط مع الإخوان؟ كذلك تسربت معلومات متناقضة، بعضها يقول إن الحركة تريد أن تأخذ مكان السلطة كبديل تفاوضي، وذهبت بعض الصحف الإسرائيلية إلى حد نشر تفاصيل عن لقاءات سرية حصلت بين الحركة وإسرائيل قبل أشهر من نشر الوثيقة السياسية. وسط كل هذه البلبلة انتظرنا في لعبة الأمم أن تهدأ الموجة لنقرأ بموضوعية وعقل بارد هذه الوثيقة مع أصحابها ومناهضيها، لنعرف هل أن الحركة تغيرت نظرتها إلى إسرائيل، أم أن الظروف الإقليمية والدولية دفعتها إلى هذا الخيار، أم أنه تطور داخلي طبيعي داخل حركة حماس. نريد أن نعرف بعد أسابيع على نشر الوثيقة هل حققت شيئا إيجابيا فعلا أم أنها ماتت في المهد. لكي نناقش كل هذه الأسئلة نستضيف اليوم، يسعدني أن نستضيف أسامة حمدان مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس. أهلا وسهلا بك. ومن دمشق جاءنا مشكورا السيد ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أهلا وسهلا بك. أهلا. ومن غزة معنا الدكتور إبراهيم أبراش دكتور في العلوم السياسية ووزير سابق. أهلا وسهلا بك وبغزة وبكل فلسطين المحتلة، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من لعبة الأمم. لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين. لا اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني، والحقوق لا تسقط بالتقادم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وأهلا بضيوفي الكرام. يعني معركة حامية، بدك تحمل كل الأسئلة اليوم سيد أسامة. لنبدأ بآخر خبر نشرته صحيفة الشرق الأوسط، تقول وفق ما نشاهد على الشاشة أن مصادر فلسطينية مطلعة كشفت عن اجتماعات مكثفة بين مسؤولين بارزين من حماس وقادة في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين من حزب الله عقدت في لبنان، وانتهت باتفاق مبدئي على استئناف الدعم المالي الإيراني لحماس واستئناف العلاقات وتطويرها كما كانت قبل الأزمة السورية، كما اتفق على أن يزور رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية طهران في أقرب وقت لمد الجسور وتجاوز الخلافات القديمة. الخبر في صحيفة سعودية هي الشرق الأوسط. عندك تعليق؟ أنت في لبنان، هل حصلت هذه الاجتماعات؟ يعني هذا الخبر ليس جديدا، العلاقات لم تنقطع، تعرضت لاهتزاز نعم، لكن منذ أكثر من عامين وهذه العلاقات تستعيد عافيتها، وقلنا ذلك صراحة وعلنا في أكثر من مناسبة، ولذلك أنا لا أرى في الخبر أي جديد. نحن حريصون على علاقاتنا، وهذه علاقة ممتدة عمرها ربع قرن أو يزيد. حتى وإن إذا الخبر صحيح، ربما هناك ما هو أكثر من ذلك. نعم. مهم. طيب، هل هذا هو سبب الغضب برأيك الخليجي عليكم وعلى قطر؟ سياسة حركة حماس واضحة منذ أن انطلقت،
نحن معنيون بأن نبني علاقاتنا على أساس القضية الفلسطينية ومصالح القضية ومصالح الشعب الفلسطيني، ومقتنعون أن هذه القضية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بل قضية الأمة. أخذنا منهج ألا نحمل أحدا فوق طاقته، من يقدم الدعم نرحب بدعمه ونشكره عليه ونتعاون معه، من لا يستطيع فلا نهاجمه ولا نندد بمواقفه. ولذلك كانت العلاقة مع إيران قائمة وفي تطور، وكانت العلاقة مع غير إيران قائمة كذلك. طيب. ولهذا الذي يظن أن باستطاعته أن يضع حماس في زاوية أنه لا علاقة لحماس إلا معه، أو أن حماس في جيبه أو تعمل لحسابه بالسياسة، هو مخطئ وواهم. وحتى الهجوم على حركة حماس لا يمكن أن يغير هذه القناعة وهذه السياسة. متى زرت طهران آخر مرة؟ آخر مرة كنت في طهران قبل 3 شهور. طيب سيد أسامة، لكي ندخل في جوهر النقاش، واسمحا لي ضيفي الكريمين، هل هذه المرة الأولى فعلا التي تقول فيها حماس بحدود 67؟ لأنه في رأيان ليست جديدة. ليست هذه هي المرة الأولى، ولكن هذه المرة هي أكثر وضوحا في ضوابطها وموقف حماس تجاهها. حماس في عام 93 تحدثت عن هدنة طويلة المدى، وأن هذه الهدنة تقع إذا قامت دولة فلسطينية، ثم غاب هذا عن حديث حركة حماس. في عام 2006 جرى توقيع وثيقة الوفاق الوطني، ما عرفت قبل ذلك بوثيقة الأسرى، وفي وثيقة الوفاق الوطني جرى الاتفاق على أن المشروع الوطني العام الذي يجمع الجميع ويتوافق عليه الجميع دون أن يتنازل أي واحد عن برنامجه القاضي بتحرير كل فلسطين، هو دولة على خطوط الرابع من حزيران. ونحن كان إصرارنا شديدا على كلمة خطوط الرابع من حزيران، لأن الخطوط تختلف عن الحدود. خطوط الرابع من حزيران دولة كاملة السيادة، القدس عاصمة لها، ورفضنا كلمة القدس الشرقية، عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي أخرجوا منها. سنتناول نقطة بنقطة. هذا حصل عام 2006 للسرد التاريخي. أوكي. ولكن هذا أثار التباسات، وبدأ البعض يحاول تفسيره أن حماس تذهب إلى مربع التسوية. ولذلك جاء النص واضحا في وثيقة المبادئ والسياسات العامة، وفي لحظتها سنناقش هذا النص بالتفصيل. أوكي. وسنعرضه. طيب. كما هو، وهو يلغي كل ما قبله، يعني الشرعة التي كانت تقول، أو الوثيقة الرئيسية عند حماس سابقا التي كانت تقول بتدمير إسرائيل، عمليا انتهى. لا يلغي شيئا. هذه الوثيقة التي أطلقتها حماس في 20 بند من بنودها تتكلم عن أن فلسطين هي من البحر إلى النهر، من رأس الناقورة إلى أم الرشرش، وأن فلسطين يجب أن تتحرر كاملة، وأن مشروع حماس هو تحرير كل فلسطين، وأن الدولة الحقيقية هي ثمرة التحرير، وهي يجب أن تكون على كامل التراب الفلسطيني. إذن تدمير إسرائيل. إذن يجب أن تتحرر كل الأرض الفلسطينية، ولا وجود لشيء اسمه إسرائيل على أي جزء من أرض فلسطين. طيب. مهما كان هذا الجزء صغيرا. لا أوضح من هذا الكلام، ما رأيك سيد ماهر الطاهر؟ أنه لا تنازل، و67 هي حدود معينة، ولكن يجب أن تتحرر كل الأراضي. هذا كلام جيد يعني، ونوافق عليه، لكن أنا عندي يعني نقطتين أساسيتين. الأولى، الساحة الفلسطينية عندما دخلت بعقلية التسوية وذهنية الحل والحل المرحلي، وخاصة بعد حرب أكتوبر 73، دخلت الساحة الفلسطينية بصراع سياسي شديد، والجبهة الشعبية شكلت جبهة الرفض، وكنا نقول في ذلك الوقت أنه هذا الخط لن ينتج عنه أي تسوية وطنية، وانقسمت الساحة الفلسطينية انقسام عميق. وبعد ذلك عدنا ويعني توحدت الأمور، وجرى حديث حول حل مرحلي على حدود 67، لكن حتى برنامج منظمة التحرير قال أنه هذا حل مرحلي، خطوة على طريق تحرير كل فلسطين. السؤال الأساسي الموجه للإخوة في حركة حماس، أنه طيب هذا جاء بسياق تجربة تاريخية، وكان في هناك اعتقاد وأوهام أنه ممكن يكون في هناك تسوية، وممكن يكون في هناك حل، وكان يقال لنا في الجبهة الشعبية في ذلك الوقت أن قطار التسوية جارف، وفي مؤتمر في جنيف، وفي إرادة دولية، روسيا وأمريكا والعالم وإلى آخره، وبالتالي لمين بدكم تعطوا الضفة الغربية؟ إسرائيل ستنسحب من الضفة الغربية ومن غزة، هل بدكم تعطوا الضفة الغربية للملك حسين؟ هكذا كان يقال لنا كرافضين لهذا الحل. وأنا أتذكر بلقاء مع الدكتور جورج حبش، لما كانوا يحاولوا يحرجوه أنه طيب لما بدها تنسحب إسرائيل من الضفة الغربية،
لا تريدوها أنتم كفلسطينيين؟ كان جوابه أنه يا أخي ممكن نحطها وديعة عند سوريا. كان في تقدير، كان في تصور أنه ممكن يصير في حلول. طيب الآن بعد 50 سنة من هذا الكلام اتضح أنه هذا لا أساس له في الواقع، وأنه طبيعة المشروع الصهيوني لا تقبل بحلول سياسية، وأنه فعلا صراعنا مع هذا المشروع الصهيوني صراع وجود. طيب هو لماذا تأتي حماس في هذا الظرف وتدخل في ذهنية التسوية وليس في ذهنية التحرير؟ سنتناول نقطة بنقطة، ولكن السيد أسامة حمدان واضح يقول نحن لم نتراجع عن أي شيء، لازلنا مع تحرير كل الأراضي الفلسطينية. معناته أنه الكلام عن حدود 67 تحرير كل الأراضي وليس القبول بدولة إسرائيلية. كويس، يعني إحنا مع هذا الكلام حقيقة ونريد هذا الكلام، لكن بأي سياق جاء هذا الموضوع؟ هل جاء يعني لما الأخ خالد مشعل بمؤتمر صحفي وبحديث للسي إن إن يقول أنه على الرئيس ترامب أن يلتقط مبادرة حماس ووثيقة حماس، ألا يعني هذا أنه في هناك أوهام أنه بمعنى الإدارة الأمريكية بتغير نظرتها وممكن تقبل يعني حماس كمفاوض؟ صحيح. وفي ذهنية تتعلق بالتسوية، هذا هو السؤال الجوهري المطروح على حركة حماس. أما إذا كان الموضوع أن الدولة الفلسطينية حتى على أراضي 67 مهمة كفاحية تنتزع ولا تعطى، وبالتالي إحنا منحررها بالمقاومة، عندها احنا بنكون متفقين مع حماس تماما. طيب ممتاز. اما اذا كان الموضوع له علاقه بالتسويه والحلول وشو نظره امريكا وشو نظره الغرب لحماس وكيف ممكن يتعاطوا مع حماس، لا بنقول انه تجربه فتح عبر الخمسين العام الماضيه اعطت النتائج وقالت بوضوح شديد انه هذا الخط انت بتبدا فيه بتنازل معين وبعدين بتصير سلسله تنازلات تدريجيه 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 لا نهايه لها. طيب دكتور إبراهيم أبراش، أهلا وسهلا بك. حضرتك دكتور في العلوم السياسية وزير سابق. فقط قبل أن أسألك أريد أن أنوه، طالما الحديث عن الجبهة الشعبية، لكتاب السيد أحمد سعدات صدى القيد، وأشكرك على هذه الهدية سيد ماهر. نوجه له تحية ولمروان البرغوثي ولكل رفاقهما في الأسر، هؤلاء الأبطال الذين انتزعوا حقوقهم حتى الآن ولو بالدم ولو بالجوع، فتحية لهم جميعا في سجونهم ومعتقلاتهم بالأحرى. دكتور إبراهيم، الآن كل ردود الفعل تقريبا أو لنقل 70 80 90% منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقول أن حماس قدمت تنازلات ولم تكن بحاجة، ولماذا هذا التنازل المجاني، ونتنياهو مزق الوثيقة وما إلى ذلك. الآن أنا حين أستمع للسيد أسامة حمدان أسمع أنه لا تزال عند مواقفها. كيف قرأت حضرتك هذه الوثيقة؟ يعني هو ببساطة يعني لو كانت عند مواقفها ما كان حاجة لوجود هذه الوثيقة، يعني لكانوا استمروا على الميثاق، ميثاق حركة حماس، وبقيت الأمور على ما هي. هذا النقطة أولى. النقطة الثانية يعني السؤال لماذا الآن، يعني هذه الوثيقة لماذا طرحت الآن؟ لو لم يعلن ترامب أن الإخوان المسلمين حركة إرهابية هل كانت ستطرح هذه الوثيقة؟ لو أن مآل ما يسمى بالربيع العربي كان غير ما كان، يعني لو لم يكن هذا الخراب والدمار وفشل هذا المشروع، كل المشاريع الإسلاموية التي تتقاتل في سوريا وفي العراق وفي ليبيا، هل كانت حركة حماس ستطرح هذه الوثيقة؟ لو أن الوضع في قطاع غزة أو استطاعت حركة حماس أن تدير قطاع غزة بطريقة جيدة، هل كانت ستكون هذه الوثيقة؟ أيضا إعلان الوثيقة من قطر له مغزى وله دلالة. أنا أعتقد أن هذه الوثيقة يعني طرحها في هذا التوقيت ترتبط بعدة أمور. ترتبط أولا بسلسلة من ما يسمى بالمراجعات عند جماعات الإسلام السياسي التي بدأت منذ سنوات، يعني عند الجماعات الإسلامية في مصر، عند الإخوان المسلمين وغير إخوان
مسلمين في تونس، حدثت مراجعة عند حزب النهضة في تونس، حدثت في الأردن نوع من المراجعة، حتى السيد خالد مشعل قبل فترة ليست ببعيدة يعني قال وكأنه يريد أن يعتذر عما جرى في سيطرة حماس على قطاع غزة. إذا في سلسلة من المراجعات، لأن الرياح لم تأتي بما تشتهي هذه الحركات فبدأوا يعيدوا مراجعاتهم. ولكن أيضا سبب ثاني وهو له علاقة بأن شعور حركة حماس بأن هناك تسوية جديدة في الطريق، هناك مخطط جديد قادم في الطريق، سواء تحت عنوان ما يسمى بصفقة العصر أو ما يسمى بالحل الإقليمي، وهي تريد أن تكون جزء من هذه التسوية، جزء من هذه الصفقة. نعم، مع احترامي بما قاله الأخ أسامة حمدان، ولكن يعني أطرح بكل يعني أسئلة بسيطة جدا، يعني أوكي. هل عندما يتجه السيد خالد مشعل كما ذكر الأخ طاهر يعني بخطابه إلى الإدارة الأمريكية الجديدة بعد إلقاء هذه الوثيقة، يعني هل كان يعني يعتقد أن الولايات المتحدة والغرب سيقفوا إلى جانب حماس من أجل تدمير إسرائيل وإنهاء وجودها قيام الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني؟ هل عندما تعلن هذه الوثيقة في قطر وتكون قطر هي الحليف الاستراتيجي، ونحن نعرف طبيعة العلاقة بين قطر وبين الولايات المتحدة الأمريكية، هل أن قطر تدعم حركة حماس من أجل إنهاء وجود إسرائيل وتدمير إسرائيل؟ علينا أن نكون عقلانيين في طرح السياسة، وهذا ليس عيبا. السياسة مراجعة المواقف ليس عيبا، أن يعني تراجع الحركات السياسية مواقفها، هذا جزء من الحياة السياسية. الحياة السياسية المحك العمل طيب. الحكم عليها ليس جمالية النص والمواثيق التي تطرح والمبادرات. دكتور إبراهيم طرحت الواقع على الأرض. طيب طرحت مجموعة من الأسئلة المهمة والعميقة في الواقع. فقط نشاهد نتنياهو بوقاحته كيف تعامل مع وثيقة حماس سريعا. So where does this hateful document belong? Right there. ليس جديدا طبعا عليه. أعزائي المشاهدين وضيوفي الكرام، فقط بشكل سريع نشاهد على الشاشة أبرز ما ورد في الوثيقة لكي نفهم عما نتحدث. وثيقة المبادئ والسياسات العامة لحركة حماس بشكل سريع. حركة المقاومة الإسلامية حماس حركة تحرر المقاومة الوطنية فلسطينية. أريد أن نتوقف عند النقاط الأساسية، نمررها على الشاشة ثم نتوقف عند أبرزها. فلسطين أرض عربية إسلامية طبعا، فلسطين بحدودها عربية إسلامية ومسيحية أيضا، يعني مش عارف ليش نسيتوا المسيحيين. العربية تشمل البعد بالمعنى الديني المسلم والمسيحي، والإسلامية بمعنى ما يتجاوز القومية العربية، الأمة العربية والإسلامية، هذه الفكرة. لأنه المسيحيون المسيحيون جزء أصيل من شعبنا، وهناك نص واضح في هذه الوثيقة طيب. حول هذا الموضوع. فلسطين بحدودها من النهر نهر الأردن شرقا إلى البحر المتوسط غربا، ومن رأس النقورة شمالا إلى أم الرشراش جنوبا، يعني على حدود مصر، وحدة إقليمية لا تتجزأ. الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون في فلسطين حتى 47، سواء من أخرج منهم أو من بقي فيها، وكل من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني. الإسلام ضد جميع أشكال التطرف والتعصب الديني والعرقي والطائفي. القدس عاصمة فلسطين، كل القدس، متفقين؟ نص واضح، كل القدس. وجميع مقدساتها الإسلامية والمسيحية هي حق ثابت للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، ولا تنازل عنها ولا تفريط بأي جزء منها. إن حق العودة للاجئين والنازحين حق لا يمكن أبدا التلاعب به أو التصرف به وفق ما ورد في الوثيقة. طبعا بعد كل هالخزعبلات العربية اللي عم يحاولوا يطيروا لهذا الحق. المسجد الأقصى المبارك حق خالص لشعبنا وأمتنا، وليس للاحتلال أي حق فيه. المشروع الصهيوني مشروع عنصري عدواني، الكيان الإسرائيلي هو أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدائية. تؤكد حماس أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم، وحماس لا تخوض صراعا ضد اليهود لكونهم يهودا، وإنما تخوض صراعا ضد الصهاينة المحتلين المعتدين. هذا جديد، لم يكن الحديث في السابق عن اليهود. لا اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني، وأن كل ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد أو تغيير للمعالم أو تزوير لحقائق باطل، فالحقوق لا تسقط بالتقادم. لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط ومهما طال الاحتلال. ترفض حماس أي بديل عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا من نهرها إلى بحرها. ومع ذلك وبما لا يعني إطلاقا الاعتراف بالكيان الصهيوني ولا التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية، فإن حماس ترى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران يونيو 67 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، طبعا وطنية مشتركة بين الأطراف الفلسطينية. تؤكد حركة حماس أن اتفاقات أوسلو وملحقاتها
تخالف قواعد القانون الدولي، ولذلك فإن الحركة ترفض هذه الاتفاقات. وهنا الكلام أيضا مهم، المقاومة المسلحة تعد الخيار الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني، ترفض حماس المساس بالمقاومة وسلاحها. طيب، سؤال قبل الموجز لكي نفصل ذلك، لماذا من قطر بأقل من دقيقة؟ بس جواب سريع، لماذا ليس من غزة مثلا؟ شوفوا، طرحت أسئلة كثيرة الحقيقة ينبغي الإجابة عليها. لا فقط هذا السؤال بعد الموجز ستجيب على البقية. لماذا من قطر؟ لأنه قيادة حماس موجودة في قطر. الأخ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة في تلك اللحظة التي أعلن عن وثيقة موجود في قطر، موجود في قطر منذ سنوات طويلة، ولذلك جرى الإعلان حيث يقيم هو، ليس هناك أي مسألة سوى ذلك. الآن اللي بده يحاول يعمل تشويش، بده يحاول يفسرها بطريقته هو حر، لكن هي من قطر، لأنه أيضا الأخ خالد مشعل في عام 2014 وقف في قطر وقال أن غزة ستصمد وأن صواريخ المقاومة ستواصل السقوط على تل أبيب وأن المقاومة لن تنكسر في غزة ولن تنحني أمام العدوان الإسرائيلي. قال هذا وقال ذاك لأنه مقيم في قطر. طيب، تشاورتم مع تركيا قبل الوثيقة؟ نحن لم نستأذن أحد في وثيقتنا، وهذه الوثيقة عرضت قبل أيام فقط على أصدقائنا وحلفائنا من باب العرض وليس من باب التشاور، وكما قدمت لهم قرأت في هذا الاجتماع. أصدقائنا وحلفائنا يعني حزب الله كان على علم فيها؟ كان كل أصدقائنا وحلفائنا على علم بهذه الوثيقة قبل الإعلان عنها. الجهاد والجبهات الشعبية أصدقائنا وحلفائنا الأشقاء الفلسطينيين جرى التشاور معهم في بعض الجوانب، وبعضهم اعتذر أصلا أن يلتقي معنا في بعض اللقاءات، كنا نريد أن نطرح هذه الوثيقة. حزب الله كان على علم؟ موافق؟ نعم. ولا على علم فقط؟ على علم، على علم فقط، ولا يطلب. طيب، الحزب والحزب في علاقتنا معه، عفوا هذا جيد، في علاقتنا مع حزب الله وفي إيران، لا هم بيطلبوا يعطونا إذن ولا نحن نطلب أن نأخذ منهم إذنا. موجز للأنباء سريع أعزائي المشاهدين، ونعود لمواصلة هذا النقاش المهم حول وثيقة حركة حماس، ابقوا معنا إن شئتم. تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين. لا اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني، والحقوق لا تسقط بالتقادم. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، وصلت هذه الحلقة من لعبة الأمم، نتحدث فيها عن الوثيقة السياسية التي طرحتها حركة حماس والجدل الدائر حولها منذ أسابيع. سيد أسامة، طالما لا جديد في الوثيقة، لماذا طرحت طالما بعدكم عن مواقفكم؟ شوف، أولا لابد أن نتفق على مبدأ أن حماس لم تطرح مبادرة سياسية. هناك فارق بين مبادرة سياسية تتجه باتجاه حل أو تقديم حل لفكرة، وبين وثيقة تعرف قواعد ومبادئ سياسية تلتزمها حركة حماس. طب معروفة كانت. لماذا السؤال لماذا؟ حركة حماس منذ أن انطلقت لها مواقف ثابتة وواضحة، ولا تزال مع طول المسيرة هناك مواقف صدرت، هناك تصريحات من هنا وهناك صدرت دون أن يكون هناك أدبية ذات مرجعية جامعة. إذا علق شخص ما على موقف لحماس وقلنا له أن هذا ليس موقفنا الأصيل، فيقول يا عمي هذا تصريح لشخصية قيادية. ممكن يكون التصريح خطأ، نحن لا ندعي العصمة للحركة ولا للأشخاص، ولذلك جئنا بوثيقة جامعة تحدد كل المواقف السياسية. الآن أنا بدي أحكي لك، الكل سيسأل السؤال الذهبي، لماذا الآن؟ هو كل وقت ممكن تسأل لماذا الآن. الذين يسألونني لماذا الآن أسألهم متى كان ذلك مناسبا، قبل لماذا بعد الآن؟ سنة ولا قبل سنة؟ قبل لماذا الآن، ما الجديد طالما تقولون أنه ما غيرتوا شيء؟ الجديد أنا أقول لك ما هو الجديد. الجديد أننا جمعنا مواقف حركة حماس ومبادئها السياسية في وثيقة واحدة جامعة. أيا كان بعد ذلك الموقف السياسي لحركة حماس لابد أن يرتكز إليها، وأيا كان التعليق السياسي على مواقف حركة حماس الأساسية يجب أن يرتكز إليها. وإذا
أردنا أن نحاكم أي موقف لحماس أو أي تصريح بنسبة الصح أو الخطأ فنحاكمه إلى هذه الوثيقة. بمعنى إذا أطلق أسامة حمدان تصريحا وكان هذا التصريح لا ينسجم مع الوثيقة يسهل أن يقال أن أسامة حمدان قد أخطأ ويتقبل الجميع ذلك. ولكن إذا لم يكن هناك وثيقة مرجعية تحدد ذلك في ظل اتساع الحركة تطور دورها تطور مكانتها السياسية وفي ظل أيضا ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات لابد أن يكون هناك وثيقة مرجعية تقدمها الحركة تحدد الثوابت والمبادئ. ولهذا كانت هذه بدل أن تكون متناثرة هنا وهناك مرتبطة بتصريحات قياديين أصبحت وثيقة جامعة اعتمدتها مؤسسات الحركة وأطرها التنظيمية. ولكن بالنهاية تمهد الطريق للمفاوضات مع إسرائيل. ليس هذا صحيحا. لا تريدون التفاوض مع إسرائيل؟ ليس هذا صحيحا. لم يكن في نيتنا وليس في نيتنا أن نفاوض الاحتلال على حقوقنا. وأنا أقول بوضوح الذي يريد أن يقرأ الوثيقة. اسمح لي سيد أسامة هذا مهم. لا مفاوضات مع إسرائيل. لم يكن في نيتنا أن نفاوض إسرائيل على أي حق من حقوقنا. لسنا معنيين بالتفاوض. أخي الذي يريد أن يقرأ الوثيقة من المادة 20 سأناقشها بوضوح. لكن الذي يريد أن يقرأ الوثيقة كاملة أنا أحيله إلى مجموعة من النقاط سريعا اسمح لي. لأنه أنتم في ثلاثة بنتقدوا الوثيقة واحد بدافع عنها. المادة الأولى. مين بنتقد الوثيقة؟ أنا عم بسأل. أنا لا أنتقد. المادة الأولى. لا بس بدي صحح هذه المسألة. أنت تسأل. أنا أسأل. أنت تسأل. المادة الأولى تعرف أن حركة حماس هي حركة تحرر. بمعنى تعرف هذا هدفها تحرير فلسطين. فلسطين اللي احنا عرفناها في مادة أخرى سأتي عليها. المادة رقم 2 أن فلسطين بحدودها من نهر الأردن شرقا إلى البحر المتوسط غربا وكما تفضلت قبل قليل من رأس الناقورة إلى أم الرشرش. إيش قلنا عن ذلك؟ قلنا في نهاية المادة نفسها وإن وإقامة كيان صهيوني عليها لا يلغي حق الشعب الفلسطيني في كامل أرضه ولا ينشئ أي حق للكيان الصهيوني الغاصب فيها. يعني أنا لن أفاوضه على أن له حق هنا وليس له حق هنا. هذا حق لي كفلسطيني. المادة رقم 10 لما عرفنا القدس قلنا في نهاية المادة وإن كل إجراءات الاحتلال في القدس من تهويد واستيطان وتزوير الحقائق وطمس المعالم منعدمة. على ماذا سأفاوض إذا أنا أقول أن هذه الأمور غير موجودة؟ المادة رقم 18 يعد منعدما كل من تصريح بالفور وصك الانتداب على فلسطين وقرار التقسيم وكل ما يترتب عليها من إجراءات منعدم وقيام إسرائيل باطل من أساسه مناقض لحقوق الشعب الفلسطيني. أنا ما بقول كيف بدي أنا أفاوض واحد قيام وجوده على أرضي باطل من أساسه ولا أعترف له بهذا الوجود ولا بأي شرعية. المادة 19 لا اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني وإن كل ما طرأ على أرض فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد إلى آخره فالحقوق لا تسقط بالتقادم. هذا كله باطل. المادة 21 تأكيدنا على رفض اتفاقيات أوسلو. إذا كان كل هذا وبعدين بيجي واحد ومادة 27 الدولة الفلسطينية الحقيقية ثمرة التحرير ولا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية كامل السيادة على كل التراب. على كل حال على موقع حماس ومواقع الإنترنت موجودة كلها. نحن ذكرنا أبرز تعديلات. الآن الذي يطرح كل هذا في وثيقته هو لا يريد التفاوض. طيب سيد أسامة سؤال. نعم. حين يقول السيد خالد مشعل كما تفضل السيد ماهر الطاهر إنه يجب على ترامب أو لو كان مكان ترامب عليه أن يلتقط هذه اللحظة. نعم صحيح. طب ماذا قدمتم لكي يلتقط إذا كنت تقول نحن لم نغير أي شيء في كل مبادئنا؟ ببساطة شديدة هناك مسألتين. أولا ترامب يدرك أن مسار التسوية قد انتهى. أوكي. وترامب يحاول أن يبحث عن حل آخر. أوكي. اليوم نحن نقول له بوضوح حل التسوية سقط. هناك مقاومة. عليك أن تتعامل مع هذه الحقيقة وعليك أن تتعامل أن الشعب الفلسطيني الذي اختار المقاومة وحماس في المقدمة ليست حماس مقاومة وحدها. وبيعرف الأخ ماهر كيف وضع المقاومة والجناح العسكري للجبهة الشعبية في غزة وكيف وضعه في الضفة في ظل التنسيق الأمني عند أبو مازن. حماس المقاومة ومعها المقاومون جميعا من كل فصائل الشعب الفلسطيني اليوم هم التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب الفلسطيني. التسوية بلوك سكرت. عليك أن تتعامل مع هذا الواقع وأن تفهم هذه القضية بدل أن تذهب للبحث عن حل سياسي آخر للقضية الفلسطينية. الآن في واحد يفسر كلام الأخ خالد مشعل كما يحلو له. أنا أقول موقف حركة حماس واضح. طيب أننا لسنا ذاهبين للتفاوض مع إسرائيل. وعفوا إحنا مش حاطين حالنا منافس لأبو مازن في التفاوض مع إسرائيل. لأن ما قدمه أبو مازن نحن لا يمكن أن نقبل شيئا منه. طيب وبعدين نقطة أخيرة اليوم. تعال قارن لي بين اللي بيفعله أبو مازن عشان الناس بتحكي حماس تقترب من هذا الحل. في 5 نقاط سريعة سأشير لها.
موضوع الاعتراف بإسرائيل، منظمة التحرير برنامجها يعترف بإسرائيل، نحن لا نعترف بإسرائيل. أوكي. التنازل عن أجزاء من فلسطين، برنامج منظمة التحرير تنازل عن 77% من فلسطين، ونحن لم نتنازل ولن نتنازل عن أي جزء. التحرير الكامل هو فقد منطق التحرير الكامل ورايح لتسوية، ونحن نريد تحريرا كاملا. الحقوق الفلسطينية نرفض التنازل عن أي جزء منها، هو حاطط القدس واللاجئين وتبادل الأراضي والقبول بالاستيطان والتنسيق الأمني مع الاحتلال مقبول لديه. 67 هو يقول أنها حدود، وعلى الجانب الآخر دولة أخرى اسمها إسرائيل، أنا أقول هي خطوط وليست حدود، وعلى كل أرض فلسطين هناك احتلال يجب أن يزول، سواء كان الخط 67 ولا 47 ولا ما قبل ذلك أو بعده. ممتاز. أجاب سيد أسامة على أبرز الأسئلة: لا اعتراف بإسرائيل، لا تنازل، تحرير كامل، لا دولة إسرائيلية مقبولة، سيستمر القتال المسلح حتى تحرير الأرض، صح؟ ستستمر المقاومة، وفي رأسها المقاومة المسلحة تحرير كل الأرض الفلسطينية. هذا جاء ردك مباشرة على أحد قيادي حركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، يقول ما طرحته وثيقة حماس وما تضمنته من بنود سبق طرحه من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح عام 88 ضمن وثيقة الاستقلال. فهل اجتاحت حماس، هل احتاجت حماس 30 عاما حتى تفهم الوضع السياسي في الوقت الذي كانت تكفر وتخون منظمة التحرير وحركة فتح برأيك؟ لا عفوا، هنا نقطة اسمح لي، احنا ما كفرنا حد ولا خوننا احد، نحن قلنا ان ما وقع هو خطأ واضراره كبيرة بالقضية الفلسطينية، وما قلنا في يوم من الايام انه هذا خيانة، ولو كان منطقنا في ذلك الخيانة لصرحنا به صراحة. طلع لك كم تصريح لقيادات بحركة حماس تخون ابو مازن؟ يا سيدي طلع لي التصريحات وبناقش، ما عندي مشكلة، بس طلعها. تفضل سيد مهد. شو سؤالك؟ سؤالي هو هل السيد أسامة حمدان محق يقول نحن لم نتنازل على أي شيء؟ بالنهاية هذه الوثيقة لم تغير أي شيء، نحن ضد الاحتلال، سنستمر في الكفاح المسلح حتى إسرائيل لا وجود لها أساسا، غير مقبول، بعد حدود 67 لا نقبل بدولة إسرائيلية، لن نفاوض إسرائيل، ولم نطرح فكرة المفاوضات نهائيا، لن نقدم أي تنازل لا بالقدس ولا باللاجئين، ولا اعتراف بدولة إسرائيل. أنا أشوف، يعني أريد أن أتحدث بصراحة، الأساس الذي دفع برأيي دفع حماس لهذه الوثيقة هو الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت به عندما أخذت السلطة في غزة وأصبح لديها سلطة. السلطة استمرارها له يعني شروط والتزامات وإلى آخره. احنا مثلا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دخلنا بانتخابات المجلس التشريعي، وقلنا انه دخولنا بانتخابات المجلس التشريعي على قاعدة رفض أوسلو ونريد التغيير وإنهاء أوسلو، لكن رفضنا المشاركة بأي حكومة فلسطينية، لا مع الفتح شاركنا ولا مع حماس شاركنا ولا بحكومات مشتركة شاركنا، لأنه خارج السلطة التنفيذية. حماس عندما أخذت السلطة في غزة هذا أنشأ مجموعة قيود على حركة حماس. أنا مثلا بتحليلي أنه تركيا قطر بحكم العلاقات مع حماس قالوا لهم أنه طيب الآن أنتم لديكم سلطة في غزة، طيب ابدوا نوع من المرونة، اقبلوا بدولة على حدود 67 وإعلنوا هذا عبر وثيقة، وبالتالي هذا ممكن أن يفتح لكم آفاق بالعلاقة مع أوروبا، بالموضوع الأمريكان، بالقبول بكم كحركة حماس، عدم تصنيفكم كقوة إرهابية. ولكن سيد ماهر، يعني عفوا لمقاطعتك، ولكن يقول السيد أسامة نحن لم نضع حدود 67 لكي نعترف بالدولة، نحن غير معترفين بدولة إسرائيلية. هذا نص الوثيقة، ليس كلامي أنا، هذا نص الوثيقة. ما هو أساس، طيب لما فتح بدأ كل موضوع التسوية، ليش هو بدأ على أساس الاعتراف بإسرائيل؟ ما كان يقال سلطة وطنية على أي قسم من الأرض يتم تحريره على أساس استكمال التحرير، هيك بدأ الموضوع. يعني أنت بدأت تكرس مبدأ التسوية، ذهنية التسوية، وبعد ذلك اتكئ على هذا الموضوع للانتقال لأوسلو وبرنامج آخر. الآن من حقنا نطرح سؤال أنه طيب إذا تجربة الحياة بعد عقود قالت أننا أمام كيان لا يريد أي حل، لماذا تأتي حماس بعد أن اتضحت الحقائق لتقدم
هذا الموضوع وتقول نقبل بدولة على حدود 67. والأخ خالد مشعل بالمؤتمر الصحفي عندما سئل حول موضوع التفاوض قال أنه إحنا لسنا مع التفاوض الآن، ولكن مبدأ التفاوض إحنا معه، نتفاوض مع العدو وإلى آخره، لكن الظروف لا تسمح في هذه اللحظة. لذلك أنا باعتقادي أنه دخول حماس بالسلطة في غزة هذا يعني جعل هناك مجموعة من القيود اللي بدأت تحاول أنها بدها يعني تقدم أنفسها بأكثر مرونة وإلى آخره. لكن شو الجواب الأمريكي وشو الجواب الإسرائيلي؟ الجواب الإسرائيلي نتنياهو مسك الورقة وزتها بالحاوية المهملات، وترامب قال أن حماس حركة إرهابية وقارنها مثل داعش. إذن هذا الطريق لن يجدي. لذلك إحنا فعلا بصدق نسأل حماس لماذا أنتم تقدموا على هذا الموضوع بعد أن اتضحت كل الأمور. نقطة ثانية مهمة أرجوك بس أوضحها. إحنا بالساحة الفلسطينية، كل الساحة الفلسطينية وقعت بخطأ كبير، دخلنا ببزار حول موضوع التسوية والحلول و67 وحل مرحلة وغير مرحلة دون أن يقدم لنا شيء لا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من أوروبا ولا من إسرائيل. طيب. يعني لما صار الاعتراف المتبادل، لما منظمة التحرير وقعت على الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، هل هذا كان مقابله الاعتراف؟ طيب ولكن سيد ماهر طاهر، هل هذا كان مقابله الاعتراف بدولة فلسطينية؟ ولكن اسمح لي بمسألة، لا، كان الاعتراف بمنظمة التحرير. أنا أرى منطق السيد أسامة حمدان يفصل بالبنود ماذا ورد في الوثيقة ويؤكد أنه لا يوجد أي تنازل بأي شيء ولم تغير حماس شيئا. حضرتك ماذا تنتقد تحديدا؟ يعني لم أفهم تماما. تنتقد فكرة تسوية يقول لك لن نفاوض إسرائيل، تنازل يقول لك نحن لم نقبل بدولة إسرائيل، كفاح مسلح مستمرون بالكفاح المسلح. ما أنتقده بالضبط هو التالي، بعد تجربة خمس عقود من المفاوضات ومسألة الحلول مع إسرائيل ثبت أنه هذا الطريق فشل، وبالتالي كل الساحة الفلسطينية يجب أن تقوم بعملية مراجعة للانتقال لبرنامج التحرير، وليس كما فعلت حماس أنه بعد كل هذه الحقائق اللي أثبتتها الحياة تأتي حماس لتقول دولة على حدود 67. لأنه إحنا دخلنا ببزار كفلسطينيين دون أن يقدم لنا شيء لا من أمريكا ولا من إسرائيل. يا أخي إحنا بنطرح شعار التحرير، تحرير فلسطين، لما يعرض علينا شيء من الأمريكان أو من الإسرائيليين جدي من ناقشه. فهل حماس تريد؟ يا ريت نوصل لدولة لحدود 67. يا ريت. كويس. هذا حلم صار. يعني هل حماس، في سؤال، هل حماس تريد الاعتراف بها كحماس مقابل هذه المرونة؟ ممكن. هذا سؤال ممكن. جدي. ممكن. طيب. لأنه منظمة التحرير اعترفت بحق إسرائيل في الوجود، كان المقابل ليس الاعتراف بدولة فلسطينية، كان المقابل الاعتراف بمنظمة التحرير. طيب اعترفوا بمنظمة التحرير لكن ضربوا كل مقومات قيام الدولة. تأخرنا على ضيفنا بغزة. دكتور إبراهيم أبراش، عندك تعليق على ما تفضل به الضيفان قبل أن أسألك؟ يعني بالتأكيد، يعني هو ما في فلسطيني يعني لا أنا ولا غيري بيكون سعيد لما يسمع أنه أي فصيل أو حزب فلسطيني اعترف بإسرائيل أو تخلى عن المقاومة، لأنه في داخل وجدان وعقل وقلب كل فلسطين فلسطين إنه فلسطين هي من البحر إلى النهر وإسرائيل كيان عدو. هذا يعني شيء مسلم به، ولكن في العمل السياسي، في العمل السياسي كيف تصل إلى هدفك، كيف تصل إلى هذا الهدف؟ ملخص يعني حكي الأستاذ أسامة وكأنه أعاد يعيدنا إلى المعادلة القديمة أن المقاومة بديل عن المفاوضات، هذا الذي كانت دائما تطرحه حركة حماس وفصائل المقاومة، المقاومة بديل عن المفاوضات. وأنا أعتقد أن هذه المعادلة خاطئة. طيب هل وصلت المفاوضات إلى شيء؟ المقاومة بديل عن المفاوضات. هل المفاوضات أوصلت إلى شيء؟ المقاومة بديل عن المفاوضات أعون التسوية، معادلة خاطئة. لأن في الحياة السياسية لا يمكن أن تسقط لا المقاومة إذا كنت شعب خاضع للاحتلال، لا يمكن أن تسقط الحق في المقاومة، ولا يمكن أن تسقط التسوية السياسية أو المفاوضات كطريقة وداة من أدوات الصراع. لا يمكن أن تقول مقاومة إلى ما لا نهاية. نعم مقاومة، لكن إلى متى؟
هل ستبقى تقاوم إلى أن يعني تنتهي إسرائيل واليهود يعني يرموا أنفسهم في البحر ينتهوا المقاومة؟ طيب ولكن دكتور إبراهيم، دكتور إبراهيم يعني دعنا معلش اسمح لي بالمقاطعة، دعنا نبقى في تفاصيل الوثيقة والتي تفضل بذكر أبرز بنودها أيضا أو أضاف على بنودها السيد أسامة ما كنا ربما لم نتطرق إليه في البنود التي عرضناها. هو يقول لم نقدم ولن نقدم أي تنازل. حضرتك بقراءتك للوثيقة رأيت تنازلات؟ يعني إيش هو مفهوم؟ أنا يعني يمكن كتبت عن بقول إن الوثيقة تشبه أحيانا زي جراب الحاوي، زي ما بسموه جراب الحاوي، بتطلع فيها منها اللي بدك إياه. طيب. حماس حركة وطنية وأيضا حركة إسلامية. حماس لا تعترف بإسرائيل ولكنها تقبل بدولة على حدود 67. هذا يعني الالتباس في استعمال مصطلحات وتداخلها هو الذي يجعل كل يأخذ من الوثيقة ما يريد ويقول إن حماس هي على ما هي عليه، أو يقول إن حماس قدمت تنازلات. والسؤال الذي يفرض نفسه إذا كان لم يحدث تحول أو تغير فلماذا بالأساس وضعت هذه الوثيقة؟ لماذا وضعت؟ أنا أعتقد أن الخطورة أو مجال الحكم على الوثيقة من جانب واحد، مدى قدرة هذه الوثيقة أن تشكل خطوة نحو المصالحة الوطنية. طيب. إذا استطاعت هذه الوثيقة أن تكون خطوة نحو المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية نقول أهلا وسهلا. أما إذا كانت هذه هي وثيقة من أجل أن تثبت حماس نفسها كطرف أو كند لمنظمة التحرير وكطرف تريد أن يخاطبها العالم بأنها تتسم بالاعتدال وتعالوا لتتفاوضوا معنا، فإن هذه تكمن الخطورة. الوثيقة جيدة إذا عززت حالة المصالحة الوطنية. وليس صحيحا يعني الذي يذكر الأستاذ أسامة أنه الأخ أبو مازن وفتح والسلطة كذا كذا، يا سيدي خلينا هم على خطأ. يعني ليس بالضرورة أنه أنت تكون صحيحا لأن خصمك السياسي على خطأ. أوكي. ليس بالضرورة هكذا المعادلة، لأنه خصمك السياسي أو الخصم الوطني السياسي أقصد إذا كان خاطئ إذن أنت دائما على صح. طيب. لا يمكن. طيب. أن تكون أنت على خطأ أكثر منه هو. إذن. طيب. دعونا أن نتعستخ على حركة. أوكي. حماس أن تستفيد من تجربة منظمة التحرير الفلسطينية. طيب. والخطأ الذي يوقع فيه الطرفان وحماس إلى الآن. أوكي. إنها في ما زالت في مربع المراهنة على الخارج وليس المراهنة على الشعب الفلسطيني. يعني راهنت في البداية على الإخوان المسلمين، راهنت على قطر، راهنت على تركيا، على سوريا، على حزب الله، الآن رجعت مرة ثانية إلى إيران. يا سيدي راهنوا على شعبكم، راهنوا على الوحدة الوطنية، ما هي إيران ولا قطر ولا تركيا؟ وهذا منطق السياسة، الدول تبحث عن مصالحها القومية. نعم هناك ربما عواطف تجاه فلسطين. طيب. تجاه القدس، ولكن المصالح القومية للدول هي لها الأولوية. أوكي. إلى الآن لا نلمس أن هذه الوثيقة كانت خطوة نحو المصالحة الوطنية، نحو الوحدة الوطنية، بقدر ما أنها تريد أن تقول للعالم تعالوا. طيب. تحاوروا معنا، تعالوا تفاوضوا معنا. طيب. نحن دعنا أصبحنا عقلانيين. أوكي. ونستطيع أن نتفق على قواسم مشتركة. طيب. دعنا فقط نلقي نظرة سريعة على ما قالته بعض معلومات الصحف الإسرائيلية. مثلا سمدار بيري من يدعوت أحرانوت يقول سيأتي اليوم الذي نكشف فيه الاتصالات التي جرت بين مندوبين إسرائيليين يدعون أنهم غير رسميين وشخصيات أساسية في حماس، وأنا أعرف حالتين كهذه على الأقل. ويقول إذا كان ممكنا التعاطي مع وثيقة المبادئ كموقف أولي لمواصلة الحوار السري وإدخال تعديلات عليها، فإنه مسموح بتشويش الحسابات الطويلة مع حماس والسير معا نحو فجر يوم جديد. ولكن حماس حركة إيديولوجية عنيدة أقسمت على عدم الاعتراف بإسرائيل، على مواصلة العنف، على عدم التحرك عن سنتيمتر واحد من الأرض. في هذا الموضوع أنا أصدقهم. دعوت أحرانوت تتحدث عن لقاءات سرية مع إسرائيل بينك وبين الإسرائيليين. قطر بتعملها يعني بتجمعكم ليس مع الإسرائيليين. ليس هناك لقاءات سرية لا رسمية ولا غير رسمية. إذا كان الإسرائيليون قد قابلوا أشخاص قالوا أنهم مقربين من حماس أو يتكلمون بالنيابة عن حماس يتهنوا فيهم الإسرائيليين ويشربوا عليهم مي كمان. ليس هناك من حماس من هو مفوض أو مسموح له أن يقابل أو يفاوض الإسرائيليين. وإذا قابل يطرد من حماس؟ إذا قابل يحاسب.
يحاسب بوضوح شديد. طيب يحاسب كيف؟ يطرد يعني مثلا؟ في بتشكل لجنة تنظيمية زي أي تنظيم وبتحاسبه على الذي فعله، وقد يصل الأمر إلى طرده من حركة حماس أو أي عقوبة أخرى. أوكي. عقوبة تنظيمية. لكن أنا بعتقد أنه برضو بدي أرجع بهدوء وأقول أنه التسوية فشلت وحماس رايحة عليها. إحنا ما طلعناش من برنامج المقاومة عشان نعمل مراجعة لننتقل إلى برنامج المقاومة. إحنا ما زلنا في برنامج المقاومة. وأنا أذكر أن ما جرى من عدوان على غزة لو لم يكن برنامج المقاومة أصيلا لما حصل ما حصل من صمود في غزة. وحماس ليست وحدها التي تعد في غزة، حماس بوجودها في غزة وفرت مظلة لكل من يريد أن يقاوم الاحتلال. أوكي. من فصائل طيب. عمل وطني. لحظة شوي، ما هو في كلام كثير انحكى، أنا أرجو أن تعطيني فرصة للتعليق عليه. إحنا ما استنيناش رد من 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 ترامب ولا الأمريكان. عفوا أحكي لك بصراحة، إحنا مش متوهمين، أمريكا حطانا على قائمة الإرهاب سنة 1993. طيب ولماذا يقول خالد مشعل يلتقط ترامب الفرصة؟ ترامب في خطابه قال حماس وحزب الله إرهابيين. طب حزب الله ما طلعش وثيقة وحطوا إرهابي، بمعنى أن موقف الإدارة الأمريكية دوما هو أن كل من يعارض وجود هذا الكيان الصهيوني أو يرفض وجود هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين هو إرهابي. الآن عشان نحكي كلام سياسي، أنا أريد أن أقوله بوضوح، حركة حماس لم تراهن يوما على غير شعبها، وحركة حماس حكت بوضوح في وثيقتها، واضح أنه في ناس مش راضين يقرأوا الوثيقة أو بدوش يقرأ الوثيقة أو يغمض عينيها عنها. على الأخوان المسلمين. تقول تتبنى حماس، اسمح لي على العلاقات، تتبنى حماس سياسة الانفتاح على مختلف دول العالم وخاصة العربية والإسلامية، وتسعى إلى بناء علاقات متوازنة يكون معيارها الجمع بين متطلبات القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب الفلسطيني. أنا حريص على مصلحة الشعب الفلسطيني، وأنا لا أقدم نفسي بديل تفاوضي عن منظمة التحرير بالمناسبة، حتى ما حدا يروح يتوهم. أنا بقول وبكل وضوح، المقاومة ليست بديل عن التفاوض. التفاوض حالة طارئة على الشعب الفلسطيني. البرنامج الأصيل للشعب الفلسطيني هو المقاومة من أجل التحرير، وأي عملية سياسية لا تكون في سياق التحرير هي عملية سياسية ما في من وراها أي فائدة. طيب خلاص، هذه المسائل الآن، هذه الآن المسائل موضوع ذكرتها. المصالحة، اسمح لي، موضوع أسامة. المصالحة الدكتور بيقول أنه والله المصالحة حماس الجهلة. تخلينا نحكي عن المصالحة في وثيقتنا. أنا ما بحكي عن المصالحة كظرف طارئ، أنا تكلمت عن إيماني بوحدة هذا الشعب ببنود واضحة جدا. قلت أنه مختلف مكونات المجتمع من شخصيات ورموز ووجهاء ومؤسسات المجتمع المدني إلى آخره هي روافد مهمة لعملية البناء المجتمعي والمشروع المقاومة التحرير. وجيت قلت تؤمن حماس وتتمسك بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية، الخيار الديمقراطي، الشراكة الوطنية، قبول ممتاز. الآخر، دعني أسألك. الحوار، طيب أستاذ أسامة، وحدة الصف والعمل المشترك. ما حدا يقول لي أنك ما بتحكي عن العلاقات الوطنية. أوكي. صح، دعني أسألك بعض الأسئلة المطروحة كثيرا الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي. العلاقة مع الإخوان المسلمين، ثمة من اعتقد أنه الكلام عن مشروع وطني هو تحلل من الارتباط المباشر بالإخوان المسلمين. قل لي، ما هي علاقتكم اليوم بالإخوان المسلمين؟ هل أنتم جزء منهم؟ مستمرون معهم؟ نحن لم ننفي يوما ولم نتنكر يوما أننا خرجنا من رحم جماعة الإخوان المسلمين. أوكي. وأن فكرنا هو فكر إسلامي وسطي، لا نفينا ذلك ولا خبينا ذلك، وكنا صرحاء في ذلك وما زلنا. لكن قلنا أيضا دائما أنه ليس هناك علاقة ارتباط تنظيمي بالإخوان المسلمين، بمعنى أن الذي يصنع قرار حماس هو مؤسسات حماس وليس أي إطار آخر، والكل يعرف. ولكن مستمرون كعلاقة مع الإخوان المسلمين، زي ما إلي علاقة مع القوميين العرب، وإلي علاقة مع الإسلاميين بمختلف انتماءاتهم، وإلي علاقة مع الإخوان المسلمين، وإلي علاقة مع أي قوة سياسية في هذه الأمة تشاركنا الموقف في أنه تحرير فلسطين وتدعم صمود الشعب الفلسطيني وتدعم مقاومته. وأنا قائم علاقتكم، عفوا، علاقتكم مع السيد نجاح وكيم الناصر القومي العربي مثل علاقتكم مع الإخوان المسلمين؟ أنا ليس عندي مشكلة في العلاقة معه، وعندي تواصل معه. قصدي علاقتكم معه مثل العلاقة مع الإخوان. لكن هو ما تقارن للعلاقات بهذه الطريقة. علاقتي مع حزب الله متقدمة عن عشرات العلاقات مع آخرين بما فيها تنظيمات إسلامية. ما تيجي تقارن الأمور. هناك ما يفرض تطور العلاقة مع طرف، ولكن هذا لا يعني أن علاقاتك قائمة مع هذا الطرف دون غيره من الأطراف. طيب. أو أن علاقتك حكر على جهة دون جهة أخرى. سؤال آخر، الآن عدتم إلى تعزيز العلاقة مع إيران، في علاقات جيدة جدا مع حزب الله حسب ما فهمت، هل هذا يمهد طريق إلى عودة العلاقة مع سوريا؟
منطق العلاقات واضح جدا في النص الذي قرأته لك، وهذا المنطق أنه علاقاتنا قائمة على هذا الأساس، وأنا مش مستعد أمسك خارطة العالم وتقول لي كل دولة شو علاقتك معها. أنا نص واضح، دعنا دبلوماسية، لا عندي نص واضح وإليه أستند، كل الدول الإسلامية والعربية وإليه أستند في سلوكي السياسي. لما أشتغل عليه، لما أخالفه اسألني، لما أشتغل عليه عليك أن تقبل ذلك مني وأن تدعمني. أنا بس فاتني نقطة لابد أن أشير إليها. لا تهرب من هذا الجواب. لا 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 تهرب من هذا الجواب. ماشي، بس خلينا أجيب. العلاقة مع سوريا، نعم، هل ننتظر؟ نحن لم نعلن خصومة مع سوريا. أوكي. نحن كان لنا موقف واضح أعلناه بجرأة ووضوح، ونحن لا نزال في دمشق، وهذا الموقف لا يعني بحال من الأحوال أن نقبل أن سوريا تتقسم، ولا أنه يعتدي عليها الأمريكي، ولا أنه يمد إجره فيها محتل. لازلتم حتى الآن في دمشق؟ إحنا وشبابنا موجودين هناك، القيادة خرجت من هناك. أوكي. يعني العلاقة بعدها مع سوريا؟ لا يوجد اتصال رسمي حتى الآن. في مشروع؟ ليس بناء في مشروع على في مشروع للتواصل؟ هذا الأمر منوط بالقيادة السورية. هي يجب أن تجيب. منوط بالقيادة السورية، ولا أوكي. أريد أن أفصل أكثر من ذلك. ممتاز. سيد ماهر الطاهر. لا لحظة. يا عمي أخذ كل الوقت. معلش أنا الوحيد الذي يدافع عن وثيقة هنا. ما حدا هاجمك حتى الآن. البعض يتكلم إنه هدف حماس أن تثبت نفسها كطرف. أنا بسأل يعني شو الغلط إذا كانت حماس تريد أن تثبت نفسها كطرف؟ حماس أوكي. حماس أصلاً قامت ابتداءً. من داخل الشعب الفلسطيني، وانطلقت من داخل فلسطين، وكانت دوما تعتمد في ثباتها أوكي. على الأرض على الشعب الفلسطيني. وأنا بذكر اللي نسيوا، اللي انتخبوا حماس حوالي نصف الذين صوتوا في الانتخابات، وحققت حماس 78 مقعد في المجلس التشريعي. هناك من لا يقبل مشروع حماس ولا رؤية حماس هو حر. أنا لا أفرض نفسي بالقوة، ولكن أنا ما بعتقد أنه عيب أنه حماس تطور قدرتها ومكانتها في الشعب الفلسطيني. ممتاز. فقط بعض ردود الفعل السريعة ثم نكمل النقاش. السيد محمود عباس الرئيس الفلسطيني في مقابلة مع روسيا اليوم يقول الوثيقة تحمل تناقضات كثيرة. نسمع إليه. ما من خيار نحن والعالم إلا الحل السلمي، لا توجد خيارات أخرى. يعني الخيارات العسكرية أعتقد أنها يعني ابتعدت كثيرا عن الأفق وانتهت. الوثيقة متناقض، تحمل المتناقضات الكثيرة، ولذلك ليست واضحة، ليست واضحة وصريحة. نحن في عام سيد ماهر الطاهر، يعني حين يتحدث الرئيس الفلسطيني إنه الوثيقة ليست واضحة وصريحة، وهو يختم مسار الحل العسكري أو المقاومة العسكرية، يقول انتهى هذا الوضع وبسعادة كبيرة كل مرة. يعني لم ينتهي هذا الخيار، وهذا الخيار يعني مرتبط بطبيعة الصراع. موضوعيا احنا امام مشروع صهيوني اجلائي استيطاني اقتلاعي، وبالتالي مفروض علينا خيار المقاومة كخيار استراتيجي لا بديل عنه، واللي ثبت فشله ليس الخيار العسكري انما الخيار السياسي وخيار أوسلو، ثبت فشله 100%. ولذلك أنا أقول أن الساحة الفلسطينية كلها بحاجة إلى عملية مراجعة لكي نعود إلى خيار تحرير فلسطين واستراتيجية تحرير كامل الأرض بعد أن فشل الخيار الآخر واستراتيجية المقاومة. وأقول بوضوح حماس، هذا رأيي، لن تستفيد نهائياً من موضوع هذه الوثيقة. يعني إذا كان بذهن حماس، لأنه الكلام اللي حكاه الأخ أسامة، التحرير والتمسك بكامل الحقوق واواوا، فعلا بينطرح السؤال إذا لماذا الوثيقة؟ الوثيقة أنا برأيي قدمت بسبب الوجود بالسلطة، نوع من المرونة، نوع من العلاقات. لا، ولكن سيد ماهر، يعني اسمح لي، أنا برأيي حماس لن تستفيد من هذا الموضوع، لأن الأمريكان لن يقبلوا بالتعاطي مع أي طرف فلسطيني حتى ينزع كل المواقف ويتخلى عن كل شيء، وهذا اللي أثبتته مسيرة الأحداث. لكي أذهب باتجاهك، في بعد مقاومة في لبنان، في مقاومة بغزة، والآن نشعر ببداية انتفاضة أو شباب في الواقع كل يوم يخرجون ويقاتلون الإسرائيليين في الضفة الغربية وغيرها. طيب، والمقاومة محاصرة عمليا، يعني الآن في حصار عند الحدود المصرية، في حصار عربي، في توجه عربي لوضع الإخوان المسلمين جميعا على لائحة الإرهاب، وهذه إحدى من المشاكل مع قطر حاليا ومع تركيا أيضا. طيب، وحماس علاقتها بمصر ليست جيدة،
علاقتها بالعالم ليست جيدة عمليا، بيوت دمرت منذ الاجتياح الإسرائيلي حتى الآن لم تستطع حماس إعادة بنائها. طب ما هي الخيارات؟ يعني طبيعي أن يعودوا إلى بعض الخيارات السياسية إذا صح التعبير ليموضعوا أنفسهم كمحاورين على قواعد الثوابت الحركة. يعني أنا لم أرى أنه في تغيير بالثوابت بالحركة، ولكن يقولون أنه إذا أردتم التفاوض معنا هذه مبادئنا نذكر بها، إن أردتم التفاوض تفضلوا للأمريكي. لذلك أنا أسأل، هل نحن مخطئون بالقراءة أم هناك تنازلات لم نرها؟ ولا يحق لحماس أن تدافع نفسها أمام هذا الطوق السياسي الكبير المفروض عليها؟ لا لا، في هناك تخوفات حتى نتحدث بصراحة. يعني لما تم البدء بهذا الموضوع في الساحة الفلسطينية بدأنا بشيء ووصلنا إلى أوسلو، وما هو أسوأ من أوسلو الآن. بالتالي مطروح سؤال جدي، طيب لماذا حماس بعد كل هذا بترجع تحكي بحدود 67؟ لماذا برأيك؟ يعني زي غير السلطة، والناس راجعة، غير وجودها بالسلطة، في ضغط تركي، ضغط قطري، ضغط عربي، ضغط مصري. في أولا وجود بالسلطة، اثنين في علاقات مع أطراف إقليمية وعربية إلها علاقات وثيقة مع إسرائيل، وبالتالي في هناك تخوف، ومن حقنا أن يعني نحذر حماس ونقول لحماس بوضوح من موقع الحرص على القضية الوطنية الفلسطينية. يعني أنا أعطيني جواب، ليش 10 سنين ما تعالج موضوع إنهاء الانقسام؟ شو السبب الأساسي؟ السبب الأساسي الوجود بالسلطة، وصار في مصالح لها علاقة بالسلطة. طيب، وصار في قيود تتعلق خلينا بالوثيقة بالسلطة. لو سمحت، يعني الآن حين يقال بعض التحليلات تقول إنه علاقة قطر بدول الخليج ساءت كثيرا، إنه في ضغط أمريكي جدي، في تهديد بنقل القواعد الأمريكية من قطر إلى الإمارات، وكل الضغط على قطر بسبب العلاقة مع إيران والعلاقة مع الإخوان المسلمين ودعم حماس. وقيل إنه لعل قطر أوحت لحماس ببعض المرونة للمرحلة المقبلة، فقدمت حماس مجموعة مبادئ لم تغير بثوابتها، ولكن أوحت ببعض المرونة بالحديث عن حدود 67. ممكن هذا التحليل؟ طيب أنا سمعت تصريحات لناس في حماس قالوا إنه قطر إنه ضغط علينا من تركيا للاعتراف بإسرائيل، هذا ورفضنا ذلك. هذا كلام طلع من حماس، وبالتالي تركيا وقطر نعم تمارس ضغوط على حماس على أساس أنها تنخرط بما سمي بالحلول السياسية وتكون طرف مقبول وإلى آخره. وأنا متأكد أنه في ضغوطات هائلة تمارس على حماس. لذلك إحنا بنقول فيما يتعلق بسوريا، حماس أيضا وقعت بخطأ استراتيجي عندما خرجت من سوريا، وسوريا لم تطلب من حماس أن تخرج، حماس خرجت بقرار ذاتي. والآن إذا بدها تستعاد العلاقة مع سوريا مطلوب خطوة من حماس وليس من سوريا، مطلوب خطوة إيجابية من حماس وحديث صريح من حماس بهذا الاتجاه. أنا كأنه فهمت تقدمت بشيء وتنتظر جوابا رسميا سوريا، هيك فهمت من كلام السيد أسامة. هذا بيجاوب عليه أسامة، لكن أنا بقول أنه فيما يتعلق بموضوع سوريا الخطأ وقعت في حماس، ومطلوب خطوة من حماس تجاه سوريا. طيب، حتى وهذا لنا مصلحة فيه كفلسطينيين. ما هي الخطوة؟ ما هي الخطوة المطلوبة؟ مطلوب خطوة من حماس، خطوة إيجابية من حماس. يعني بدها تقول حماس إنه إحنا بدنا علاقة مع سوريا علنا. طبعا. طيب، الجار المصري لغزة ماذا يقول وزير، قبل أن أعطيك الجواب دكتور إبراهيم وسيكون لك الجواب لو سمحت، ماذا يقول وزير الخارجية المصري سامح شكري عن وثيقة حماس للتلفزيون الروسي قبل يومين؟ يعني الوثيقة اللي أطلقتها حماس أخيرا لها ما لها وعليها ما عليها، مهمة بالنسبة لمصر هي السياسات التي تتخذ، وأهم ما فيها هو ألا يكون هناك أي مساس بالأمن القومي المصري. وبأن سيد دكتور إبراهيم يعني ركز على مسألة الأمن القومي المصري، ومعروف أنه منذ سنوات مصر مباشرة أو مدورة تتهم حماس بتورط معين في الأمن القومي المصري، هل رأيت جديدا في كلام وزير الخارجية؟ يعني جزء من الوثيقة يعني كانت موجهة إلى مصر، يعني بالإضافة إلى الأطراف الأخرى، لكن كانت موجهة إلى مصر. ليش؟ لأنه حماس سلطة حاكمة في قطاع غزة، والورقة الوحيدة الآن التي تملكها حماس هي سلطتها في قطاع غزة، سواء سميناها يعني سلطة سياسية أو سلطة مقاومة، المهم أصبحت اليوم حماس تملك قوة وهي السلطة في قطاع غزة. وقطاع غزة المعبر الوحيد، المنفذ الوحيد له عبر العالم
هي مصر، الحدود مع مصر. وبالتالي لا يمكن لحماس إن أرادت أن تحافظ على ذاتها كحزب، على سلطتها كسلطة وحكومة موجودة في غزة، لا يمكنها أن تكون محاصرة من إسرائيل العدوة ومن مصر المعادية أو المتعارضة معها في السياسات. وبالتالي بذلت حماس في الفترة الأخيرة جهود كبيرة وكانت على استعداد حتى أن تتعامل من كانت تعتبرهم الشيطان الأكبر، وهم جماعة دحلان وجماعته. وتقاربت في قبل ثلاث سنوات تقريبا أو أكثر أو أقل، تقاربت مع جماعة محمد دحلان، وذهب عناصر من حماس، أعضاء في التشريع من حماس ذهبوا وقابلوا السيد محمد دحلان، قابلوه في الإمارات، وبدأ محمد دحلان يلعب هذا الدور بموافقة مصرية أنه يكون هو الذي يمكن أن يقرب ما بين حماس وما بين مصر من أجل تسهيل الحياة في قطاع غزة، من أجل المساعدات. وبالفعل نشط عناصر محمد دحلان بشكل كبير في قطاع غزة بموافقة وتسهيل من حركة حماس. إذن مصر الذي يعنيه هو الأمن القومي، كيف تؤمن أن لا يكون هناك تواصل ما بين المسلحين في مجاهدين حماس وبين جماعات مسلحة في سيناء، كما تقول بعض أجهزة المخابرات المصرية أن هناك تواصل، كيف تضمن أن تساعد حماس على حماية حدود مصر، لأنه كان منطق مصر طيب أنت حماس وقعت اتفاقية هدنة مع إسرائيل، طيب خليك أعطيني أيضا أنك كمصر ضمانات. وبالتالي كان الأمور تسير في هذا الاتجاه، حماس مصر ومحمد دحلان، إلى أن انقلبت الأمور، تغيرت الأمور مع مجيء ترامب. مع مجيء ترامب تغيرت المعادلة، عندما أعلن الإخوان جماعة إرهابية تغيرت المعادلة عند مصر وعند دول الخليج ككل. طيب دكتور إبراهيم، الوضع مختلف. نعم دكتور إبراهيم، أنت في غزة وأشكرك يعني أن تكون معنا من هناك. هل تشعر، لأنه في كلام كثير أيضا حول الوثيقة، أنه في طرفان داخل حماس، طرف العسكري المقاوم المسلح والطرف السياسي، وهناك وجهتا نظر بالنهاية، وكأنه الجانب العسكري لن يكون راضيا تماما على الكلام على 67 وما إلى ذلك. هل تشعرون في غزة بتباين معين فعلا؟ أنا يعني لو بدي أخذ فقط ما أتحدث به الأستاذ أسامة عندك وأقارنه بتصريحات بعض قيادات حماس في غزة. يعني مثلا حول العلاقة بالإخوان المسلمين، قبل فترة عندما صار حديث بأن حركة حماس يعني قطعت علاقة مع الإخوان أو ستقطع، تحدث أحد قادة حماس البردوي قال يعني باستهزاء كيف نقطع علاقاتنا مع الإخوان ونحن الإخوان، قال هكذا باللفظ أنا سمعته، ونحن الإخوان المسلمين، بمعنى أن هناك ما زال هناك إن صح التعبير بوادر تيار وطني، أسميه بوادر تيار وطني داخل حماس، ينحو نحو الوطنية الفلسطينية وتعلم درسا من الارتهال للخارج ويريد أن يوطن حركة حماس، وهناك تيار ثاني ما زال مرتبطا ومتمسكا بالانتماء إما للإخوان المسلمين أو بالمراهنة على الخيار العسكري، لأنه يشعر يشعر أن أي مصالحة ستكون على حسابهم هم كعسكريين. طيب. وهذه التباينات هي شيء طبيعي في كل الأحزاب والقوى، ولكن لا أستطيع أن أقول في حماس إنها وصلت إلى درجة التصادم أو الصراع. طيب. ولكن تباينات في وجهات النظر يعبر عنها فلان أو فلان. أوكي. أحمد يوسف مرة، الدكتور غازي حمد، أشخاص آخرين. طيب دعنا نكمل. أمر طبيعي أعتقد في أي حركة سياسية. دعنا نكمل جولة على ردود الفعل الأساسية. طبعا إخوان، أن يكونوا جزء من الإخوان وعلاقة جيدة مع مصر يبدو صعب الأمر. بعد قليل ستجيب على السؤال سيد أسامة. ردود الفعل السريعة، حزب الله الذي يقول سيد أسامة حمدان أنه كان على علم بالوثيقة ولكنه لم يبدي رأيا، قال على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم القاسم: الحزب ليس مع المقاومة التي تمهد للتسوية، كما أنه ليس مع المقاومة التي تقسم فلسطين إلى دولتين أو المقاومة التي تبادل الدم بالأرض. إذا لم تكن المقاومة من أجل تحرير فلسطين من البحر إلى النهر فلا يمكن أن تنفع. مستشار مرشد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية ورئيس مركز دراسات الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة نظام علي أكبر ولايتي يقول: إذا كانت الوثيقة المنشورة تخدم الوحدة الفلسطينية وفصائل المقاومة ولا تجيز أي تسوية مع الكيان الصهيوني وتعزز المقاومة، فالجمهورية الإسلامية دائما دعت
دعمت نضال الشعب الفلسطيني. الكاتب ديفيد هيرست سأل في جريدة ميدل إيست اللندنية هل تذهب حماس إلى الحج والناس راجعة؟ وول ستريت جورنال الأمريكية تقول إن حماس تتخلى عن الدعوة لتدمير إسرائيل وإن هذا التخلي العلني محاولة لتغيير صورتها في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إحياء جهود السلام في الشرق الأوسط. الكاتب والناشط اللبناني سماح إدريس الذي يقاوم التطبيع بشدة مع رفاقه في لبنان يقول لا يلدغ المؤمن بالله من الجحر مرتين، وعلى المؤمن بتحرير فلسطين ألا يلدغ من الجحر مرات ودائما تحت شعارات المرحلية والواقعية والضرورات والتكتيك. وسماح إدريس ورفاقه يناضلون هذه الأيام لمنع فيلم إسرائيلي بطلته مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي وملكة جمال في إسرائيل وهو يعرض في لبنان على ما يبدو. طيب سيد أسامة، دعني أسألك لو سمحت عن بعض الدول ولم يعد لدينا الكثير من الوقت. مصر والسعودية بالدرجة الأولى، كيف هي علاقتكم معهما حاليا؟ لأنه ما عندك وقت حامل شوية رسائل قبل ما أوصل لمصر والسعودية. أولا الكلام اللي حكى أبو مازن هو مش فاهم الوثيقة، هذا شأنه. أما كلامه عن خيار أنه الحل العسكري المقاوم لم يعد قائما، أنا أقول أن الحل العسكري المقاوم هو ما زال مشروع الشعب الفلسطيني وليس مشروع حماس وحدها، وإذا أراد عباس أن يضع نفسه خارج هذا الخيار فأيضا هذا شأنه. الساحة الفلسطينية بحاجة لمراجعة، نعم بحاجة لمراجعة، بس المراجعة بأي اتجاه؟ نحن نقول أن هذه المراجعة يجب أن تكون باتجاه العودة إلى برنامج الشعب الفلسطيني الأصيل وهو التحرير الكامل. التخوفات أنه حماس ممكن تروح شمال ممكن تروح يمين، أنا أقول وبوضوح شديد سلوك حماس العملي هو الذي سيحدد في النهاية إذا كانت ستتنازل أم لا، ولكن أنا أقول لك نحن لن نتنازل. طيب. لسنا بوارد التنازل. أنه حنستفيد مش حنستفيد من وثيقة، أنا مش كتير زعلان لأنه هاي الوثيقة بتحدد مبادئ، هذه المبادئ اللي أنا ما بساوم عليها. نصل إلى نهاية الوقت سيد أسامة. مصر والسعودية لا لو سمح عفواً بس ثم تكمل إذا تسنى الوقت. مصر والسعودية العلاقة مع مصر هي علاقة تراوح، بدأت باتهامات كبيرة لحماس، تبين أن هذه الاتهامات ليست في مكانها، نحن قمنا بإجراءات تؤكد للمصريين أنه غزة لا تمثل خطرا على أمن مصر، وهذه الإجراءات تتم مع الجهات المعنية وبالتفاهم معها، ولكن العلاقة لا تزال دون ما نطمح إليه. العلاقة مع السعودية تمر بمرحلة من الجمود والفتور الراهن. الآن في موضوع الضغوط على العلاقة مع السعودية جمود؟ جمود نعم. طب ما السبب؟ السبب أنه إحنا نريد تحرير كامل فلسطين. الآن في التخوفات، في التخوفات فقط العلاقات، هذا السبب؟ هناك علاقات فقط، هناك هذا دول السبب؟ عفوا هناك دول يقول الأخ ماهر لها علاقات مع إسرائيل، أنا بدي أفترض جدلا هذا صحيح. طب ما في ناس رايحين على واشنطن وعلى أوروبا وهم حركات مقاومة، ولا أجد في ذلك عيبا أنه أنا أنقل رأيي وموقفي للطرف الآخر ولا أخلي المربع للكيان الصهيوني، لكن المشكلة أني أنا باجي بقول له توسط بيني وبين إسرائيل، هذا ما فعلته، لم تفعله حركة حماس ولن تفعله حركة حماس، أنها تطلب من هؤلاء أن يكونوا وسط بينها وبين الكيان الصهيوني لأنه في لغة واحدة في التعامل مع الكونسل. ستقول لي قطر وتركيا لم تطلبا نهائيا الآن اجتماعات سلمية بينكم جاي وبين إسرائيل؟ أخونا بقول ضغوط تركيا الأخ ماهر وضغوط، شوف هناك حوار سياسي بيننا وبين حلفائنا، بيننا وبين أصدقائنا وبيننا وبين خصومنا. البعض يرى أنه يا أخي طب ليش العالم كله رايح التسوية، أنتم ليش مش رايحين؟ نعم نحن نجاوب وندافع عن موقفنا ولم نقدم أي تنازل في موقفنا ولن نتنازل في هذا الموقف. وحركة حماس أنا بحكي وبكل وضوح حركة كبيرة ويتعدد فيها الاجتهاد، وهناك البعض له رأي هنا أو هناك، ولكن هناك قرار يصدر عن قيادة الحركة ومؤسسات الحركة القيادية الشورية والتنفيذية، الكل يلتزم به، وأنا برفض الكلام أنه حركة حماس كانت مرتهنة للخارج. علاقات حماس الخارجية لم تكن يوما ارتهانا لأحد، وأداء حماس أثبت أنها لم ترتهن لأحد ولم تكن عند أحد، واللي بحاول يقارني بمن ارتهنوا. سؤال كلمة أخيرة للسيد ماهر الطاهر. سيد ماهر فقط. لا بس عفوا أنا تصريح الدكتور ولاية، اسمح لي أخي ماهر، دكتور ولايتي أجد تصريحه داعما. أوكي. ديفيد هيرست أنا صحفي له رأيه، إحنا ما زلنا نرى أنه لا حق لإسرائيل في أرض فلسطين. الأخ سماح إدريس أدعو لقراءة دقيقة للوثيقة. أخيرا الشيخ نعيم قاسم، عفوا الشيخ نعيم قاسم كان تصريحه قبل 7 ساعات من إعلان وثيقة حركة حماس. طيب. ولا أجده ضدنا. طرحنا سؤال على الأخوة بحماس أنه طب الوثيقة 41 بند
ما في أي كلمة عن الولايات المتحدة الأمريكية كعدو للشعب الفلسطيني وداعم لإسرائيل بشكل مطلق. وقيل أنه بروتوكولات إحنا عدونا الأساسي الولايات المتحدة. أنه وعد بلفور لم يذكر أيضا. لا ذكر كيف؟ لا لا وعد بلفور ذكر. اعتبرناه منعدم بصك الانتداب وقرار الأمم المتحدة بالتقسيم. في موضوع الولايات المتحدة الأمريكية لم يذكر نهائيا، وإحنا مشكلتنا الأساسية هي إسرائيل قاعدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا هو العدو الرئيسي. انتهى الوقت. شو جاوب لحظة إيه؟ شو جاوب أحمد يوسف من غزة؟ قال ما هو في بس مش بس أمريكا، في أمريكا وفي روسيا، يعني الإمبرياليات والغرب في روسيا وفي أمريكا وفي فرنسا. هلأ ممكن أنت تقارن الموقف الروسي بالموقف الأمريكي تجاه الحقوق الفلسطينية؟ هذا كلام غير منطقي. شكرا جزيلا لكم، شكرا لأسامة حمدان، شكرا لك ماهر طاهر، شكرا للدكتور إبراهيم، شكرا لكم أعزائي المشاهدين. إلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من لعبة الأمم، ورمضان كريم وإفطار سعيد ومبارك إن شاء الله. إلى اللقاء. لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين. لا اعتراف بشرعية الكيان الصهيوني، والحقوق لا تسقط بالتقادم.